كافيين معكم عالم الصباح، وصلنا لفقرة بخصوص الجمال مع جين، واليوم قضتنا على مصر، وكمان رح نحكي عن الـ FA1. ما تروحوا لبعيد. على شرم الشيخ تفرجيكم تريتمنت يمكن كليوباترا كانت تعمله، لأنه له خلطة سحرية اكتشفتها وأخذتها معي على لبنان. حنشوف أنتي رينكل تريتمنت مصري بامتياز، بس أنتي رينكل كمان بامتياز. كل ست يما كل بنت من عمر 28 وطلوع أكيد لازم تبلش تستعمل كريمات وتعمل تريتمنت أنتي إيج. اليوم نحن بحياة ريجنسي سبا بشرم الشيخ، ولاحظت إنه الأنتي إيج تريتمنت عندهم بيطير العقل. عندهم ميكستشر فيري سبيشال، بفتكر كانت كليوباترا تستعمله حتى تحافظ على جمالها. كيف حنكتشفه بهالتريتمنت اليوم؟ مثل ما شفنا مننظف بالله، واللوشن عندهم مثل ما يكون لوشن ما ورد، اللي بيساعد البشرة ترجع تعطي هالنضارة، وروائح أكيد كتير حلوة تخلينا تريلاك. بنلاحظ انه من بعد اللي واللوشن ما بنستعمل سكراب، نعمل اول شي مساج. مثل ما فهمت بطريقتهم كرمال نمشي الدورة الدموية، بعدها السكراب كمان بيشيل الخلية مع المساج تبعه حتى يعطينا بشرة انتي ايجينج. دونك بنلاحظ المساج انجريديان تبعوله انتي ايج، وبذات الوقت بيرطب وبيغذي البشرة. نلاحظ المساج في ميلانج، يما في نوعين من الانتي ايجينج، الاكيبانكشر اللفت، واكيد بيساعد البشرة ترتاح ترجع حيويتها كلون زهرة، واكيد بيخفف التجاعيد حول العيون والمناطق اللي منلاحظ انه بلش التجاعيد فيها. من سكراب، وهالمرة السكراب الانجريدينت تبعه شوي مختلف عن غير تريتمنت، لأنه لازم يكون انتي ايج، بيساعد للتجاعيد وللترهل بالبشرة، وبيعطينا حيوية وجمال، بيرجعنا لحيوية البشرة لعشرين سنة. فكل ست وكل بنت فوق 28 بحاجة لهيك تريتمنت. فيها تكون أكيد بفاكيشن، بيكون very relaxing، هيك الواحد عم بياخد vacation للوجه وللجسم للبشرة، وأكيد بيعطينا رونق كتير حلو.
الكراب والتنظيف وكل هالقصص بحاجة لتغذية. دونك نستعمل أنتي إيجينج سيروم، أكيد الفراعنة كانوا يستعملوا تحافظوا على جمالهم. ومن بعدها حنعملكم خلطة كليوباترية غير شكل، موجودة هون بحياة ريجنسي سبا بشرم الشيخ، وهيدا السر لإلهم. هالباودر ماسك مع الكويك تاتش اوف يونغ سبيشالي كليوباترا تريتمنت كانت اكيد تستعمله بالعصور القديمه لتحافظ على جمالها وما يكون في تجاعيد وترهل ببشرتها. دونك هالخلطه اكيد ما بتشوفوها بولا محل بالعالم الا بالاوتيل حياه ريجنسي سبا بشرم الشيخ. سو بنصح كل الستات اللي عبالهم يجوا عشرم الشيخ يجوا على هيدا السبا لانه فيري سبيشال والتريتمنت تبعه مش موجود بولا محل بالعالم. قبل ما نحط الماسك للوجه ضروري نهتم بالعينين، لأنه دايما ماسك للعينين بيكون ديفرنت. نعرف أنه العيون الجلد أرق 7 مرات من بشرة الوجه، عشان هيك دايما لازم نستعمل لها ماسك خصوصي للعيون جل، لأنه جل كمان بيساعد كرمال البافنس والتجاعيد والسواد. بنغطيه بماء الورد ونرجع منحط الخلطة العجائبية تبع كليوباترا على الوجه. هيدا الماسك لازم نحطه تقريبا 20 minutes. بها 20 minutes الست لتكون كتير مبسوطة نعمل لها مساج لشعرها حتى كمان يغذي ويعمل حيوية لبصلة الجلد كرمال كمان تخفف هر الشعر وأكيد تقوي البصلة. تريتمنت بجنن كتير حلو، بس اذا بدنا نصغر 5 سنين بدنا شوي اقوى. شو رايكم نرجع على لبنان ونشوف الاف اي 1 مع دكتور رضوان مشموشي دموازيل ب30 حب تصير بال20. اسمي نيسا، جيت عندي نصار كرمال اعمل اف اي 1 لانه عندي سكارز بوجهي من ورا اكسيدنت. عندي وحده هون حد عيني 21 قطبه، وعندي هون 8 وعندي 4، وعندي جروحات كانت موجوده بوجهي. حابه اجرب الاف اي 1 كرمال خففون، اذا التغوا بيكون كثير منيح. حابه ضلني بال 25 لانه انا صرت ب 30، مش غلط ارجع اصغر من ما انا او حافظ على اتليست اللي انا فيه. اللي عرفته انه بداين هذا التريتمنت لخمس سنين، واللي حابه فيه اكثر انه انا انسانه نوعا ما بخاف من الابار، بخاف اعمل بوتوكس لخدودي، بخاف اعمل اشياء يعني هيك بتبينني اوفر. سو هذا التريتمنت اللي رح اعمله نوعا ما بيز اون ليزر، وبيشد لي وجهي بطريقه ناتورال من دون ما احس حالي اوفر، وبضلني انا الفيتشر تبع وجهي بتضلها مثل ما هي، وهذا اللي انا بدي. لسا صبية عمرها 30 سنة عم بتعاني من ندبات بجبينها حول عينها بوجهها كمان نتيجة حادث سيارة، عم بتعاني منهم من مدة طويلة وحابة تتخلص منهم. لقينا انه كمان وجهها ناقصه نضارة اكتر وفي ندبات ناجعة عن حب شباب بجبينها، وعم ببين شوية ارتخاء بوجهها ولناحية الرقبة وبعض التجاعيد الصغيرة. نصحناها تعمل الـ FA1 اللي هي عبارة عن ليزر
بنشط الكولاجين والإيلاستين لمدة 6 أشهر، وبهالطريقة عم بيرجعنا وجهنا عمره 5 سنين لورا. ونيسا حابة كتير إنه تحافظ على وجهها لقدام، والأف أي ون بتعطيها قوة إنه تحافظ، يعني طبعا جلد إنه 5 سنين لقدام تمنع عنا وتعوق عنا شيخوخة جلدة لقدام 5 سنين. صراحة ب 10 منت كنت وقعت تكون أكثر طويلة الجلسة، كثير مرتاحة ما وجعت وكانت سريعة لدرجة إنه هلأ فين لا. واللي بدي أقوله إنه بنصح كل ست تعمل هذا التريتمنت لأنه سريع وبياخد بس وقت صغير تتغيري حياتك بطريقة انه تحافظي على بشرتك لمدة 5 سنين. وثانك يو كتير لجين مصار. فاصل اعلاني ومن بعدها رح نحكي عن قربة الصيف طبعا، والرياضة صارت مهمة لنظبط جسمنا، فما تروحوا لبعيد لانه في عنا 1 2 3 وبنرجع لكم بعد شوي.